صباح الخير طلاب الصف الثالث أساسي، سنقوم اليوم بتطبيق التمرين من درس قواعد اللغة العربية الفاعل والمفعول به صفحة 68 و69. تذكر عزيزي الطالب، الفاعل اسم يقع بعد الفعل وهو الذي يفعل الفعل. مثال: يطالع الوالد صحيفة، الوالد فاعل. الضمة الظاهرة حركة آخره، مثال: يطالع الوالد صحيفة، الوالد فاعل، حركة آخره الضمة الظاهرة. المفعول به اسم يقع عليه فعل الفاعل ويقع بعد الفاعل، مثال: تتابع الأم مسلسلا، مسلسلا مفعول به. انتبهوا، من اسم استفهام يستخدم للسؤال عن العاقل أي الإنسان، مثال: قرأ الدرس، من الذي قرأ الدرس؟ التلميذ. ما اسم استفهام يستخدم للاستفهام عن غير العاقل أي الأشياء والحيوانات، مثال: هبت، ما التي هبت؟ هبت الرياح. سؤال رقم 1 صفحة 68، أرتب مفردات كل مجموعة لأحصل على جملة تامة المعنى وأكتبها بأسلوبين. يجب أن أرتب المفردات لكي أؤلف جملة تامة المعنى بطريقتين، مرة أكتبها جملة فعلية تبدأ بفعل، ومرة ثانية جملة اسمية تبدأ باسم. لاحظوا مفردات المجموعة الأولى: عارف، معطف، ارتدى. هل تشكل هذه المفردات معنى تام؟ كلا. هيا نرتب هذه المفردات لتعطينا جملة تامة المعنى. أولا نبدأ بالفعل ارتدى، من الذي ارتدى؟ ارتدى عارف. إذا قلنا ارتدى عارف، هل تم معنى الجملة؟ كلا. ما الكلمة التي تممت معنى الجملة؟ معطفا. إذن تصبح الجملة ارتدى عارف معطفا. نسمي هذه الجملة جملة فعلية لأنها بدأت بفعل. الآن سنكتبها بطريقة ثانية. أولا نبدأ بالاسم عارف، ماذا فعل عارف؟ ارتدى. ماذا ارتدى؟ ارتدى معطفا. تصبح الجملة عارف ارتدى معطفا. نسمي هذه الجملة جملة اسمية لأنها بدأت بالاسم. مفردات المجموعة الثانية: تغمر بيوتا الثلوج. هل تشكل هذه المفردات معنى تام؟ كلا. هيا نرتب هذه المفردات لتعطينا جملة تامة المعنى. نبدأ أولا بالفعل، أين هو الفعل؟ تغمر، من الذي تغمر؟ الثلوج. ماذا تغمر الثلوج؟ تغمر الثلوج بيوتا. إذن تصبح الجملة تغمر الثلوج بيوتا. نسمي أيضا هذه الجملة جملة فعلية لأنها بدأت بالفعل. الآن سنكتبها بطريقة ثانية. نبدأ بالاسم الثلوج، الثلوج ماذا تفعل؟ تغمر. ماذا تغمر الثلوج؟ تغمر الثلوج بيوتا. نسمي هذه الجملة جملة اسمية لأنها تبدأ بالاسم. سؤال رقم 2، أضع مفعولا به مناسبا لكل من الأفعال الآتية وأحرك آخر حرف في الفاعل. يجب أن أضيف إلى هذه الأفعال مفعولا به، والمفعول به يأتي بعد الفعل والفاعل ويتمم معنى الجملة، ولا أنسى أن أحرك الفاعل. الجملة الأولى: قطف المزارع، من الذي قطف؟ المزارع. انتبه عزيزي الطالب، استخدمنا أداة الاستفهام من لأن الفاعل إنسان، المزارع فاعل.
ما الحركة المناسبة للفاعل؟ الضمة الظاهرة. إذا قلنا قطف المزارع، هل تم معنى الجملة؟ كلا. إلى ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى مفعول به، والمفعول به يأتي بعد الفعل والفاعل ويتمم معنى الجملة. إذن ماذا قطف المزارع؟ قطف المزارع الثمار، الثمار مفعول به. حفظ التلميذ، من الذي حفظ؟ التلميذ، التلميذ فاعل، حركة آخره الضمة الظاهرة. إلى ماذا تحتاج ليتم المعنى؟ تحتاج إلى المفعول به. إذن ماذا حفظ التلميذ؟ حفظ التلميذ الدرس. ماذا نسمي الكلمة التي تممت معنى الجملة؟ نسميها المفعول به. ركب الولد، من الذي ركب؟ الولد، الولد فاعل، ما الحركة المناسبة للفاعل؟ الضمة الظاهرة. ماذا ركب الولد؟ ركب الولد السفينة، السفينة مفعول به. شرب فعل ماض يحتاج إلى الفاعل والمفعول به ليتم معنى الجملة. إذن من الذي شرب؟ شرب الولد. استخدمنا أداة الاستفهام أيضا من، لأن الفاعل إنسان. ما الحركة المناسبة للفاعل؟ الضمة الظاهرة. إذا قلنا شرب الولد، هل تم معنى الجملة؟ كلا، إنها تحتاج إلى المفعول به ليتم معنى الجملة. إذن ماذا شرب الولد؟ شرب الولد العصير، العصير مفعول به. فلح، من الذي فلح؟ الفلاح، الفلاح فاعل، حركة آخره الضمة الظاهرة. ماذا فلح الفلاح؟ فلح الفلاح الأرض. ماذا نسمي الكلمة التي تممت معنى الجملة؟ نسميها مفعولا به، إذن الأرض مفعول به. نتابع سؤال رقم 4. أضع الفاعل المناسب لكل من الأفعال اللازمة الآتية وأحرك آخر حرف فيه. يجب أن أضيف إلى هذه الأفعال الفاعل المناسب، الفاعل يأتي بعد الفعل. هبت، ما التي هبت؟ هبت الرياح، الرياح فاعل، ما الحركة المناسبة للفاعل؟ الضمة الظاهرة. انتبه عزيزي الطالب، استخدمنا هنا أداة الاستفهام ما، لأن الفاعل شيء. تلبدت بالغيوم، ما التي تلبدت بالغيوم؟ السماء، السماء فاعل، ما حركة آخره؟ الضمة الظاهرة. لمع، ما الذي لمع؟ لمع البرق، البرق فاعل، ما الحركة المناسبة له؟ الضمة الظاهرة. وما الذي قصف؟ قصف الرعد، حركة آخره أيضا الضمة الظاهرة. تساقط على الجبال، ما الذي تساقط على الجبال؟ تساقط الثلج على الجبال، الثلج فاعل، ما الحركة المناسبة للفاعل؟ الضمة الظاهرة. فرح، من الذي فرح؟ استخدمنا هنا أداة الاستفهام من، لأن الفاعل إنسان. من الذي فرح؟ فرح الفلاح، الفلاح فاعل، حركة آخره الضمة الظاهرة. شكرا لكم وإلى اللقاء في الحصة القادمة.